السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاية حبيبي النهاردة أراجع معاكم إن شاء الله أسماء الإشارة. هنراجع النهاردة أسماء الإشارة. إحنا عارفين إن أسماء الإشارة قبل ما نبدأ ناخد أسماء الإشارة بنقول الأغنية بتاعتها. إيه هي الأغنية بتاعت أسماء الإشارة؟ بتقول إيه؟ أسماء الإشارة بتطير زي الطيارة، هذا للمذكر ومذكر يعني ولد، وهذه للمؤنث ومؤنث يعني بنت، وهؤلاء للجمع العاقل وهؤلاء للجمع العاقل، وهذه للجمع الغير الغير العاقل. انا النهارده ان شاء الله هركز في الشيت بتاعنا على ايه؟ على هؤلاء وهذه، لان احنا بنلخبط على هؤلاء وايه وهذه. احنا عارفين ان هؤلاء للجمع العاقل. ايه هو الجمع العاقل؟ اللي هو الانسان ربنا سبحانه وتعالى اداله الايه؟ العقل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ادى الانسان العقل اللي يفكر بيه. طيب فلاحون مش ده جمع عاقل ولا غير عاقل؟ فلاحون، فلاح وفلاح وفلاح، فلاحون جمع، برافو عليك، عاقل. يبقى اقول ايه؟ هؤلاء فلاحون، لان هؤلاء للجمع الايه؟ العاقل. رجال جمع ايه ده؟ عاقل ولا غير عاقل؟ الرجال دول عندهم عقل؟ اه عندهم عقل، برافو. هنقول ايه؟ هؤلاء رجال. عمال عندهم عقل؟ طبعا عندهم عقل. يبقى هؤلاء عمال، هؤلاء تلاميذ، هؤلاء معلمون، هؤلاء اصدقاء. يبقى هؤلاء للجمع العاقل. تاني، هؤلاء للجمع العاقل، لكن هذه للجمع غير الايه؟ العاقل. جمع غير عاقل يعني ما عندهمش عقل. زي هقول ايه؟ عصافير. هي العصافير عندها عقل بتفكر بيه؟ لا. يبقى اقول هذه عصافير، هذه اسود، هذه حبال، هذه جبال، هذه اقلام. يبقى الجمع غير العاقل اللي ما عندوش عقل، زي الاقلام والاعلام والاسود، جبال، حبال، كل دول ما عندهمش ايه؟ عقل. يبقى جمع غير عاقل هذه. هقول تاني ان هؤلاء للجمع العاقل وهذه للجمع غير الايه؟ العاقل. تعالي يا اولاد نحل مع بعض الشيت بتاعنا النهارده. هنا بيقول لي ايه؟ اختار اسم الاشاره المناسب. هنختار اسم الاشاره الايه؟ المناسب. طيب كلمه ايزي يا اولاد نقرا مع بعض كده. فيل، برافو علينا، كلمه فيل. طب فيل دي فيل، ها اخد لها هذا ولا هذه؟ فيل دي مذكر ولا مؤنث؟ برافو عليكم، مذكر. يبقى اقول ايه؟ هذا فيل، برافو علينا كل، هذا فيل، برافو، هذا فيل، عشان هو ايه؟ مفرد مذكر. طيب نيجي للكلمه اللي بعد كده، كلمه ايه؟ نقراها مع بعض. اقلام، اقلام، فيها مد ايه؟ مد بالالف، برافو عليكم، اقلام، مد بالالف. طيب اقلام دي مفرد ولا جمع؟ جمع، برافو عليكم. عاقل ولا غير عاقل الاقلام؟ غير عاقل، برافو، ما عندهاش عقل تفكر بيه. طيب ناخد لها هؤلاء ولا هذه؟ ايوه برافو عليكم، هذه اقلام، عشان جمع غير ايه؟ عاقل. يبقى هذه اقلام. نيجي للكلمه اللي بعديها، كلمه ايه؟ فلاحون، فيها مد ايه؟ مد واو، برافو عليكم. فلا ومد ايه؟ ومد الف، برافو عليك. يبقى مد بالالف ومد بالايه؟ بالواو. طيب الفلاحون دول يا ولاد، ها جمع، برافو، جمع. عاقل ولا غير عاقل؟ فلاحون، عاقل، برافو. طب نختار للعاقل، هختار له هذا للجمع غير العاقل، جمع عاقل، هختار له ايه؟ هذا ولا هؤلاء للجمع العاقل؟ جمع عاقل، برافو عليكم. هؤلاء فلاحون، عشان جمع ايه؟ عاقل. الفلاحون عندهم عقل. طيب نكمل بقيه الشيت بتاعنا. نقرا مع بعض كده. بسمه، بسمه ده ايه؟ مؤنث، برافو عليكم. يبقى ها مؤنث، مفرده ايه؟ مؤنثه، برافو عليكم. هنقول ايه؟ بسمه. هقول هذا بسمه ولا هذه بسمه؟ برافو، هذه بسمه. يبقى هذه بسمه، برافو علينا كلنا، هذه بسمه. طيب كلمه ايه دي؟ معلمون، معلمون، مفرد ولا جمع؟ جمع، برافو عليك. عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل، المعلمون عندهم عقل، برافو علينا. يبقى معلمون هختار لها ايه؟ هؤلاء ولا هذه؟
ها جمع عاقل، برافو علينا كلنا. هؤلاء معلمون، يبقى هؤلاء معلمون، لان هؤلاء للجمع الايه العاقل فقط، الجمع الايه العاقل. طيب نيجي للكلمه اللي بعديها، كلمه سعيد. سعيد واحد اسمه سعيد، مفرد. سعيد ده مفرد، هو واحد، سعيد ده مفرد. مفرد ايه، مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. مين اللي بتاخد المفرد المذكر؟ يبقى هذا سعيد، برافو علينا، هذا سعيد. هنا نيجي لكلمه عصافير. ها عصافير، عصافير دي يا ولاد، ها جمع ولا مفرد؟ جمع. عاقل ولا غير عاقل؟ جمع ايه، غير عاقل، برافو علينا. مين اللي الجمع غير العاقل، هذا ولا هذه؟ ها هذه، برافو علينا، هذه عصافير. يبقى تاني هقول تاني ان اسماء الاشاره هذا وهذه وهؤلاء، هذا وهذه وهؤلاء. احنا قلنا للجمع العاقل وغير العاقل في اثنين، واحده للجمع العاقل واحده للجمع غير الايه العاقل. هؤلاء للجمع العاقل وهذه للجمع غير الايه العاقل. برافو عليكم يا اولاد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.